خلينا ننتقل إلى خبر آخر، وكان في اجتماع مهم للحكومة حول متابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار. وطبعاً المنظومة بتستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها وضبط وتأمين السوق العقارية والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات. يمكن المشروع بدأ بتطبيقه بشكل استرشادي في محافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض و23 ألف مبنى و5088 شارع. ده يعني مشروع كبير وبداية كمان، بداية المشروع كمان شكلها كبير جدا. احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر، فعشان كده هينضم إلينا ضيفنا على الهاتف المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وكمان عضو مجلس أمناء تنسيقية الشباب. صباح الورد يا باشمهندس. صباح النور أستاذ كريم، وصباح الخير أستاذة مها، أهلا وسهلا بكم. يعني يا باشمهندس عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع وإزاي كمان تم تجهيز محافظة بورسعيد ليه. هو في إطار التحول الرقمي اللي الدولة تبنته في محافظة بورسعيد كمحافظة أولى في جمهورية مصر العربية لإطلاق منظومة التحول الرقمي. الحقيقة ده يعتبر فيس 2 أو المرحلة الثانية من التحول الرقمي، إن إحنا بعد ما ربطنا المباني كلها هنا في المحافظة وتم إطلاق المنظومة من حوالي سنتين، بدأنا نشتغل على ميكانة الأصول المملوكة للدولة، ندخل بقى جوه الفايلات نفسها اللي كان فيها شغل كتير جدا ما كانش معمول الفترة السابقة، بدأنا نمسكها ونشتغل عليها. يمكن بورسعيد اشتغلت على منظومة الأصول المملوكة للدولة بقالنا أكتر من سنة ونص بناء على توجيهات سيادة اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، متابعة يمكن أسبوعية عشان الانتهاء من هذا الفايل بالتعاون مع وزارة الاتصالات. احنا اطلقنا تشغيل تجريبي لمنظومه ميكنه الاصول المملوكه للدوله، اعقبها مجموعه من الاجتماعات والتنسيقات مع وزاره الاتصالات. يمكن احنا داخلين دلوقتي على اطلاق المشروع القومي للرقم القومي العقاري الموحد للعقارات كلها. يعني ممكن اقول لحضرتك انه تخيل حضرتك انه في السابق كان ممكن عقار واحد او قطعه ارض واحده يبقى لها رقم في الشهر العقاري مختلف عن رقمها في الضرائب، مختلف عن رقمها في تراخيص البناء، مختلف عن رقمها في الأملاك. وده كان بيعمل نوع من أنواع يعني الـ مش عايز أقول العشوائية، يمكن تكون كلمة كبيرة شوية، بس الوصول للبيانات وسهولة التبادل بتاعها كان بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا، لأنك لما كانت جهات الدولة بتخاطب بعضها ما بتخاطبش بعضها على رقم ثابت. تخيل لو عندنا بني آدم أو إنسان ليه أربع أسماء ملوش اسم واحد، فمن هنا جت فلسفة انه ضرورة توحيد الرقم القومي للعقارات لسهولة الوصول. يعني ده يا فندم نقدر نقول هذا المشروع الهدف منه ان احنا بنظبط قاعدة البيانات، وخصوصا ان احنا في ظل الرقمنة والتطور التكنولوجي. بالضبط، ان احنا نظبط قاعدة البيانات ونوحدها ده هيؤدي بينا لمجموعة من المميزات العديدة، منها السيطرة والتحكم على العقارات المملوكة للدولة وعلى قاعدة بيانات هذه العقارات، والتعامل معها مستقبلا هيبقى عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني السوفت وير والكمبيوتر والتحول الرقمي هو اللي هيطلع لي الداتا بتاعت البيانات، هو اللي هيقول لي خلي بالك العقار الفلاني ده التعامل معاه والعقد معاه مع المستثمر يعني قرب ينتهي، وانت مطلوب ان انت تأجره لفلان او تبيعه بكذا. ده السوفت وير اللي هيقول لي، يعني ما بقاش التدخل البشري، كمان بقينا نقلل التدخل البشري. وده كمان هيظبط اكتر الضريبة العقارية على ما اعتقد، مش كده؟ هيظبط الضريبة العقارية، ضرورة ان تكون كل العقود مسجلة في مشهرة في الشهر العقاري. هيظبط منظومة تراخيص البناء عن طريق السيستم الالكتروني والتعامل المميكن مع كل الرخص. هيظبط ملفات الاملاك، هنقدر نتعامل بصورة احسن واسرع مع جميع ملفات الاملاك عن طريق الكنترول، البرنامج هو اللي هيتحكم في الملف. يعني اقدر اقول لحضرتك ان كان في قطع في جمهوريه مصر العربيه هنا بقالها اكتر من 12 سنه الفايل بتاعها ما حدش شايفه، ما حدش يعرف ان عقد الايجار بتاعه خلص، قطع مملوكه للدوله، والتعامل بتاعها ما كانش حد يعرف عنه حاجه. السوفت وير هو اللي هيطلع لي انذار ان عندك 1 2 3 4 من القطع قدامها شهر والتعامل، ويجب ان انت تجدد العقد بتاعها بقيمه اكس. كل ده عن طريق توحيد الرقم القومي للعقار الموحد للتعامل معاه. وده كمان ازاي اثر يا باشمهندس على المباني المخالفه والغير امنه؟ يعني هل ده كمان يقدر يسيطر على الموضوع ده؟
طبعا، لانه العقار الواحد بقى اكتر من جهه تستطيع ان هي تشوفه وتتعامل معاه. يعني انا لو عندي مشكله في الضرائب العقاريه على نفس المنظومه هيبلغوني ان صاحب العقار ده ما دفعش عندي فلوس، فهيسمع عندي في الرخصه او هيسمع عندي في الاملاك، فهقدر يعني كانك بتوحد السيستم ما بين جميع اجهزه الدوله، بدل ما كانت كل وزاره التراخيص والاملاك التابعه لوزاره التنميه المحليه شغاله لوحدها، والشهر العقاري اللي تابع لوزاره العدل شغال لوحده، الضرائب اللي تابع وزاره الماليه شغاله لوحدها، انت دلوقتي بقت الدوله كلها كتله واحده شغاله كلها مع بعضها، لو في غلطه في اي منظومه باقي الجهات بتوقف التعامل وبتقدر تاخد اكشن سريع. يعني يمكن يا فندم احنا كتير قوي سنين طويله كنا بنعاني من مصطلح الجزره المنعزله، صحيح. وكان المواطن في الحقيقه بيتعب جدا، يعني خصوصا احنا بنتكلم طبعا على المواطن الطبيعي اللي عايز يعني يقوم بواجباته وياخد حقوقه كمان، صحيح. او يثبت حقوقه، فبسبب انه بيكون الجهات مش عارفه تربط مع بعض او تتواصل مع بعض، واعتقد انه التحول الرقمي سهل ده كتير. الحقيقه ان الدوله خلاص قضت على مصطلح الجزر المنعزله، بالظبط، بقى هو سوفت وير واحد، بقى فيه ترابط وتكامل ما بين جميع اجهزه الدوله، الاجهزه التنفيذيه والغير تنفيذيه، كلهم شايفين بعض عن طريق التحول الرقمي. يمكن مصر اطلقت التحول الرقمي هنا في بورسعيد، داخلين في 3 أو 4 سنين احنا انتهينا من المرحله الاولى بتاعت ربط جميع المباني، احنا ربطنا اكثر من 576 مبنى باستخدام كابلات الفايبر اوبتيك كيبلز بالتعاون برضه مع وزاره التخطيط ووزاره الاتصالات، انتهينا من انشاء البنيه التحتيه وبدانا ندخل في الابلكيشن اللي هي اصلا التحول الرقمي اتعمل عليها. يمكن ده كمان يا فندم التطور او التحول الرقمي ده ساعد اكتر كمان في مشروع تاني مهم عايزين نعرف مشاهدينا بيه اكتر، وهو الشبكه الوطنيه للطوارئ. يعني هذا المشروع يعني نشرحه كده بشكل مبسط، ووصل لحد فين دلوقتي؟ هو بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اطلاق الشبكه الوطنيه الموحده لخدمات الطوارئ والسلامه العامه المتطوره في محافظه بورسعيد. يمكن احنا بدانا التشغيل التجريبي من حوالي اسبوع او 10 ايام هنا في محافظه بورسعيد تحت اشراف اداره الاشاره بالقوات المسلحه المصريه. يمكن الشبكه بتهدف لتحقيق التكامل والتعامل بين جميع الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية من أجل التعامل مع أي أزمة أو طارئ. الشبكة أقرب منها إن إحنا بننشئ شبكة غرفة سيطرة رئيسية بمركز عمليات لإدارة الأزمات والطوارئ، نستطيع من خلاله إن إحنا نربط ما بين ديوان عام المحافظة أو الغرفة الرئيسية بجميع غرف العمليات للأجهزة التابعة تحت السيد المحافظ. طبعا الشبكه الوطنيه للسلامه العامه المتطوره دي هتساعدنا في سرعه اتخاذ القرار. يمكن صانع القرار او محافظ الاقليم هيقدر يشوف العناصر بتاعته المتواجده على الارض في اي ازمه، يعني ابسطها لحضرتك، سواء كانت مثلا ازمه حريق او حادث على طريق سريع او هكذا، الصوره هتتنقل ما بين العناصر اللي موجوده على الارض لغرفه العمليات الرئيسيه عن طريق الصوت والصوره، ده رقم واحد. بسرعه اكثر من 30 ضعف السرعات المتعارف عليها، بانظمه تكنولوجيا اتصالات عالميه ومتطوره واحدث ما وصل اليه العلم في هذا المجال. الكلام ده بدا يتطبق على ارض محافظه بورسعيد كاول محافظه، ثم يليه ان شاء الله الانتقال لل 27 محافظه الاخرين الموجودين في الجمهوريه. يمكن مركز السيطره الرئيسي اللي موجود في المحافظه هنا اللي احنا اطلقنا منه التشغيل الاسبوع اللي فات ده هيبقى فيه اكتر من 18 او 20 جهه. يمكن يعني محافظه بورسعيد دايما بيبقى فيها يعني المبادرات بكل المشاريع الخاصه حتى يعني بالتطوير وبالرقمنه وكل الحاجات دي، محافظه بورسعيد دايما بتبادر. بالظبط. فانا بشكرك شكرا جزيلا المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس امناء تنسيقيه الشباب. يعني احنا ينطبق فعلا على موضوع التطور الرقمي زي ما بنقول ايه، البدايه بورسعيد. بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، البدايه بورسعيد. حاجه مهمه جدا فعلا، يعني انا فعلا بشكر المهندس عمرو على كل المعلومات اللي قالها، لانه فعلا مسألة التطور ده والتحول الرقمي ده مهم جدا جدا في وهيساعد المجتمع المصري بقوة يعني.